بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لأبي وأمي وأمة المسلمين أجمعين. أهلا بيكم ونادي كل الستات، وإن شاء الله من أول النهاردة 1 رجب هنبدأ مع بعض نظام وروتين كده في القناة، إن احنا هننزل 3 فيديوهات خلال الأسبوع، وكل فيديو هيكون فيه مهمتين أو أكتر نعملهم على الجانب البيت والتنظيفات والوصفات، وكمان على جانب الإيماني. تعالوا بس نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة، بنعمل كيكة صغيرة جدا كده، كيكة المج. واحنا بنعملها هنتكلم مع بعض، عايزين بيضاية واحدة بس، وفانيليا وبيكنج باودر، ومعلقتين اي نوع دقيق تحبيه، وحطيت طبعا سكر، انا استخدمت سكر دايت، وحبة قرفة، ومعلقة واحدة بس من الزبدة، ممكن تستغني عنها بزيت لو انتي بتتبعين يعني مش كيتو دايت ولا كده. انا استخدمت دقيق لوز، وحطيت بقى في مج مدهون بالزبدة ودخلتها على الفرن، وده شكلها بقى ايه، القمر اول ما طلعت كده طعمها جميل جدا جدا جدا، وهشه كده فلافي وزي العسل. حبيت ابدا اليوم كده بيها وايه افوق كده، ونتكلم مع بعض ونكتب احنا هنعمل ايه في الايام اللي جايه ديت. زي ما قلت لكم هيكون معانا اكتر من مهمه من مهام بتاعه البيت، يعني في كل فيديو بامر الله هتستفيدي، هتلاقي فيه حاجه من التفريزات، في وصفه زي ما احنا النهارده الوصفه بتاعه كيكه المج كده، هنعمل مع بعض شغل بتاع بيت، هنشوف روتين، هنشوف اجزاء من القران الكريم ودروس دعوية بأمر الله. أنا متأكدة إن شاء الله إن أنت هتستفيدي. يلا نشوف المهمة بتاعت النهاردة. نروح للكشكول بتاعنا، وانا بدأت ان انا اكتب الخطة انا هعمل ايه الفترة اللي جاية، وايه الحاجات اللي انا عايزة اركز عليها. فهنبدأ كده ان شاء الله النهاردة، هتكون المهمة بتاعتنا بسيطة جدا ولطيفة، ان احنا هنبدأ بادوات النظافة والحاجات بتاعتنا اللي بتساعدنا ان احنا ننظف، الحاجات دي. يعني ايه يا مروة؟ يعني النهاردة اليوم الاولاني هيكون عندنا تنظيف ادوات التنظيف، سواء المقشات والجواريف، المكنسة، الغسالة الاوتوماتيك، الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا ننجز وننظف. عايزين خلطة اساسية معانا، او خلينا نقول مكونات اساسية، اللي هي هتكون اي مسحوق انت بتستخدميه، او صابون سائل، كلوروكس جيل دوت ممتاز ممتاز، بيكربوناته وملح ليمون وخل، دي الحاجات الاساسية. بعد كده بقى كل اللي معاكي زيادة اللي تجودي بيه ممتاز يعني، وشغال 100 فل و10. دي الازازة بتاعت الكلوروكس جيل اللي جبتها لك كده بالعرض عشان تشوفيها. اول حاجة بقى انا هاخدت الجردل بتاع المسح دوت، مليته مية بمسحوق وحبة خل، وهاخد بقى المقشات والجروف والحاجات ديت اغسلها، شلت اي شعر بقى فيها. الحاجات ديت لما بتبقى مش نظيفة اصلا بتوسخ المكان، بتوسخ السجادة او الارض اللي انت بتنظفيها، فلازم الحاجات دي اول باول تكون نظيفة كده وملعلعة، هتفتح نفسك كمان على التنظيف. طبعا ما خدوش وقت عشان انا بنظفهم على طول، واشطفهم بحبة مية واحطهم ايه يتصفوا. دي اول حاجة انا عملتها. ممكن يكون عندك بقى مقشات تانية، جواريف، زعافة، اي حاجة من الحاجات دي، حاجات التنظيف محتاجة تنظيف النهاردة، ياريت دي تكون المهمة بتاعتك. بعد كده انا هاخد كوباية من الخل واروح احطها في الغسالة الاوتوماتيك، واخلي درجة الحرارة اقصى حاجة، ودورة الخل دي مهمة جدا للغسالة، كل فترة بتنظف الغسالة وبتخلي الغسيل يطلع ريحته حلوة. واهم تركاية بقى ان بعد التنظيف نمسك بقى الكاوتش ده كده بايديكي، وبفوطه تفتحي الكاوتش ده كله كده ايه وتنشفيه حلو قوي قوي قوي، ويا ريت تفكي الفلتر كمان بتاع الغساله وتشوفي لو في اي حاجه. دلوقتي كمان هاخد الكيس بتاع المكنسه، قلت لكم احنا هننظف النهارده الحاجات الاولانيه، هخلعه كده ايه بالراحه، حتى لو مش مليان، عكسين المكنسه شويه، بص هنا الكيس عندي مش مليان قوي، هم حبه صغيرين بس، انا برضو هنفضه وهبدأ ايه اغسله. انا شلت منه التراب، حبة التراب اللي كان فيه، وفي نفس الجردل اللي انا غسلت فيه الفرش والحاجة، لان المية ما كانش متوسخة قوي، هفضل ايه انقعه كده ايه وامرش فيه حبة بحبة لغاية ما ينزل كل اللي فيه. انا عايزة كده ايه لما تمسكيها كده تفركيها بايديكي، الوبرة دي كلها بتبقى شايلة حاجات طبعا مش نظيفة، وكل ما كان كيس المكنسة نظيف، بص اخر حاجة بقى وانا بشطفه خلاص بقى زي الفل، المية بتاعته قشطة ما فيهاش اي حاجة خالص. كل ما كان كيس المكنسة بتاعي نظيف، الجودة بتاعت شفط التراب بتكون اعلى، والمكان بتبقى ريحته نظيفة، ومش نشغل المكنسة كده نشم ريحة مش نظيفة فيها، او ريحة مش لطيفة. بعد كده بقى انا خدت كمان الباسكت بتاع الحمام، لان ده اكتر حاجة من تحت كده بتعمل اسود زي ما انتوا شايفين، عشان الرطوبة وعشان المية، وهستخدم بقى في الموضوع ده الكلوركس جل والفرشة.
ياخد الطرف ده كله بقى كده ايه يتغسل حلو، وكمان الباسكت من لم اللي هو المكان القاعدة بتاعته برضو يعملوه، لان بيبقى عامل من جوه فطريات ولون كده اسود ايه مش لطيف، مع الوقت بيبقى عامل ريحة مش حلوة خالص. الحاجات البسيطة ديت بتفرق في نظافة البيت وبتفرق في معنويات الواحد كده. اه هو ده المكان اللي بقولكم عليه، انا شلته ايه وغسلت كل اللي فيه كده من هنا. نخش بقى على المهمة بعد ادوات التنظيف. خلاص تقريبا معظمنا اولادهم خلصوا امتحانات، المهمة ديت هيكون معاكي اولادك فيها الا لو انتي هم صغيرين وانت قدرت تنجزيها لوحدك، اللي هي الشيتات بقى والملازم والكتب اللي على المكتبة واللي على السفرة واللي في الادراج. انا بوري لكم الوضع بس، لكن انا شخصيا مستنية ان ابني يجي من بره ويبدأ هو يشتغل معايا في الحاجات ديت او يعملها، لان صعب ان انا المها كلها، في حاجات هو يكون ممكن يكون محتاجها. حاجة بقى كمان شنط المدرسة، انا هاخد شنط المدرسة اغسلها، الشنط اللي فيها حاجات زي ديت المنفوخة مش هينفع احطها في الغسالة، فممكن تتحط في البانيو، لكن الشنط الطرية ديت عادي جدا ان هي ايه تتحط في الغسالة، مش هيحصل فيها حاجة، انا اصلا على طول بغسل الشنطة ديت في الغسالة. دي بقى هستخدم معاها كلوريكس جل، لو انت خايفه يبوظ الشنطه او يغير الالوان حطي الكلوريكس على فوطه الاول وبعد كده ادعكي بيه. انا عملت برضو كده، لان انا لما جربته على كيس المكنسه طبعا غير اللون بتاع كيس المكنسه، بس كيس المكنسه مش مهم مش هيحصل حاجه، لكن الشنطه لا طبعا مهم. هدعكها بقى كده اهوت، وبعد كده هاخد الشنطه التانيه احطها في الغساله وهاخدهم بقى هما الاتنين الحمد لله غسلتهم اهو ونشرتهم على المنشر وجنبهم الكيس بتاع المكنسة هو كمان. ننقل بقى على الجزء بتاع العبادات المهم جدا، شهر رجب من الأشهر الحرم اللي كل حاجة فيها كويسة بنعملها ربنا بيثقل ميزاننا بيها، وكل اسم او ذنب هو كمان بيكون عظيم جدا جدا عند ربنا. ده المشركين اللي هم مشركين وكفر قبل البعثة الإسلامية قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيعظموا الأشهر الحرم ديت، فلازم نحترم نفسنا فيها، مش عارفه اقول اكتر من كده، ونحاول نجتنب كل حاجه مؤذيه. ما ينفعش ان احنا نكون عندنا كيس الحسنات بتاعنا كده عامل زي اللي شايل كيس مخروط. اب عايزه اصوم في رجب وفي شعبان وفي الوقت نفسه لسه عندي مجموعه الاغاني على الموبايل ولسه بتفرج على المسلسلات ولسه بضيع وقت في مكالمات التليفونات زيد وعبيد ونطاط الحيط والحاجات دي كلها، ما ينفعش يبقى كده. اكيد لان لو جاي لي ضيوف مش هستقبلهم وانا ماسكه باسكت الزباله في ايدي اعزكم الله، ولا هطلع لهم بحاجه مش لائقه. فهي نفس الحكايه، حسن استقبالنا لشهر رمضان بيبدا من دلوقتي، ان الواحد يبدا يهذب نفسه ويبدا يعود نفسه على الطاعات وعلى الانتباه لوقته والانتباه لصحته والأهل بيته والانتباه في صلواته أكتر، ويبدأ يدخل طاعات جديدة بالنسبة له أو طاعات هو كان نسيها أو سنن هو كان نسيها أو كان غافل عنها وبيكسل عنها شوية. لأن احنا مش هنيجي في رمضان فجأة تلاقي المارد الطيب طلع من جواكي، ومن أول يوم هتلاقيك نفسك ماسكة المصحف وما بتسيبيش السجادة من القيام والصلاة والكلام من ده، لازم تبدأي تمهدي الحاجات ديت من دلوقتي. عشان كده الواجب او الحاجة اللي احنا عايزين نبدأ نتعود عليها النهاردة او المهمة بتاعة النهاردة، ان احنا نبدأ نشيل من على تليفوناتنا اي حاجة فيها معصية ربنا سبحانه وتعالى، اي صور اي اغاني اي مقاطع اي حاجة كده فيها اي شبهة نلغيها خالص خالص من على التليفون بتاعنا النهاردة، ونبدأ نتوب ربنا سبحانه وتعالى من المعصية ديت ومن العمل السيء ديت دوت مش ديت. الحاجة التانية بقى ان احنا نبدأ نحسن علاقتنا بالقرآن الكريم. ربنا يجعلنا يا رب من اهل القرآن الكريم وخاصته، وانا انصحكم بالمصحف ده، المصحف التهجد وقيام الليل، هو كان هدية من صحباتي، ربنا يجزيهم الجنة يا رب، وانا مش بستغنى عنه. المصحف بعد كل صلاة هتقري من المصحف ده صفحة واحدة، يعني هتبقى ربع، فانت متخيلة لو قريت صفحتين ربعين، بالنسبة لي بحس ان هو بينجز كتير عن ان انا يكون معايا المصحف الصغير. طبعا ربع مرة واحدة ده حاجة كويسة جدا جدا، لو انت مش عندك المصحف ده حاولي تدخري وتجيبي بيه، هو والحامل بتاعه هيساعدك في رمضان انك تقيم الليل او حتى تصلي التراويح بربع في كل ركعة او اكتر. ربنا يكرمك يا رب ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. دي كده المهمات بتاعة النهاردة. كل ان شاء الله الفيديوهات هتنزل يوم السبت
والاربع، السبت والاثنين والاربع الساعة 8 بتوقيت مصر. كل مرة هنزلها في نفس الميعاد دوت عشان ما تتلخبطوش، وهيكون في بين كل مهمة والتانية يومين يعتبر، نعمل فيها الحاجات ديت اللي احنا هننفذها مع بعض. انا متأكدة بامر الله ان انتوا هتستفادوا من الفيديو دوت. شاركونا الخير بان انتوا ترفعوا الفيديو بلايك وكومنت وتشيروه على قد ما تقدروا، وان شاء الله ربنا يأجركم يكتبها جميعا في ميزان حسناتنا جميعا بامر الله. وكل فيديو احنا هنبدأ نذكر بالحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. ما ننساش بقى النهاية الحلوة بتاعة اليوم بالحوض النظيف المغسول كده ومشطوف حلو. مش لازم اقولك ان هو يكون متنشف، لان انا شخصيا بنسى انشفه، او بعد ما انشفه بفتح المية عشان اغسل ايدي فخلاص بقى ما بقاش فيها اي تنشيفة. فنشوفكم ان شاء الله على خير وفيديو تاني. ونادي كل الستات استنونا بامر الله يوم النهاردة الاربع، هيكون ان شاء الله يوم السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.